وزاره الماليه مخصصه وزاره الصحه اللي هي مساحتها اجمالين وشويه اللي هو هذا الامر معنا. احنا نتكلم على 868 مليون بالضبط بين دول وشويه اللي هي مستشفى الاسكان اللي هي هذا. هم مسؤولين عن هذا الحادث يعني كل التكسرات وكل هاي الامور تبع احنا بنشوف الموضوع حتى هم بدهم ان شاء الله. قلة الخدمات تجيب حد يسمع الاوساخ من زدة يعني تراكم امراض ما بس اوساخ بس بعد ان شاء الله التنسيق انه هذا نسمح له كلام بس انتم كاداريين انتم تعرفون اكو كل دائره بها مستشار قانوني يقدم دعوه على شخص متجاوز ويصدر بها امر قاضي. اي مواطن عنده مجلس ما يتشيله خلال فتره محدده نحن راح نرفع نحن ننظف المدينه ما تظل المدينه يعني ينتظرون واحد اثنين ونخليها بالمشتل بسنا على قبط والمشتل قبط وهاي يمكن اللي الشياطين قبطت. لا تودوها خارج. ولا عمكم هذا الاعلان يشمل كل العيب يشمل كل مراجعه مع البلديه ومعهم سيد القائد احنا نشكرك سوا. لا 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 انا جاي اعطيك بزياده الاستاذ القسمي يعني نحن هاي اللي صار ما زالنا مسؤولين يعني جاد على شد احتياجاتكم نحن ممنوعين منكم. لا لا حاضرين خدمتكم هاي اللي مقدمها مقدمين نفس الكلام هذا ما كان تشكيلاتنا ووحداتنا بتوفير وفتح الطرق تحت السيطرات ان شاء الله من المباشر نبدي بفتح الطرق الفرعيه ووضع السيطرات الامنيه داخل الفرع ان شاء الله. وكذلك اتجهنا الوحده الموجوده من القاعده بإمتاع المساعدات للناس كتوفير الماء والشرب للناس المدنيين وإن شاء الله يتم مفاتحة الدوائر الخدمية بتقديم الخدمات للمواطنين إن شاء الله. على الحوض هذا الطلب وأتى معنا ونطقنا وسمع